الشهرة أنا حاسس إن أنا أهبل. الشهرة على دم الشهرة مين؟ يعني قولي إيه؟ خلاص أشهر يعني مين؟ أقول غنوته؟ يا ريت عليا. بس ها كلمات مش واضحة الحقيقة، يعني نفسي تدققي في الكلمات علشان بس اقدر اركز فيها اذا سمحت. يعني اني هقول واني هغار. اسمع. حاضر. ايه ومتقوليش حاجة، خش يعني اصله مشهورة. انت ما تعرفوش. طب معلش قولي. ايه اسمع. انا سامع اهو. واحد اتنين تلاته اربعه ايه؟ ولا واحد ولا ميه ولا الف ستمية مليون المية ولا مليون. حبيب القلب من هو الجوا واللي ساكن مليون المية قلب هو الجوا كمان المليون القلب هو الجوا ولا مليون. دي حسبة مش اغنية. مش عارف مين اللي بيغني. حكيم ساب التحكيم وبقى غني. لا والله محمد دياب يعرف يعمل كده. مين محمد دياب ده؟ عمرو فؤاد يعرف يعمل كده. العكس يا بابا. توفيق عباس يعرف يعمل كده. مين توفيق عباس ده؟ عبد الله محمود يعرف يعمل كده. شعبان عبد الحليم يعرف يعمل كده. مين شعبان عبد الحليم ده؟ ده مشهور. ايه ده؟ الشك الشك زيزي مربوط وامثل يسعيدك. الشك الشك زيزي خلينا امثل يسعيدك. بس يا رب بس قولي له النشية بيه. قولي لنا شوف الرعاية بيه. يا ريت قولي النشية بيه. عايز اسمع النشية. اقول ولا غور؟ ها قولي يا بيه وديهم لك خصم من اهلا بكو. شك اهلا بكو. شك زيزي يلي احنا جينا عندكم. زيزي الشك الشك اهلا بكم. الشك الشك اهلا بكم. الشك الشك يلي احنا جينا الشك الشك عندكم. بس هلا الشك احنا فرحانين. بلا فرحانين بلا متنيلان كده. زيزي بلا مديلك البنت عشان تظبطيها وتوضبيها تعملي اللي بتعمليه ده. وانيش دراني. وانيش دراني ايه؟ جاتك القوى. انت ايه مرض عدوى؟ ايه يا اختي انت بتفرضي ثقافتك علينا؟ انا ضد العولمة. ايه انا ضد العولمة؟ لا انا ضد العولمة. لا 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 احيا ودي طويلة. احيا ودي طويلة. الهوى نزل الديرة. الهوى نزل الديرة. يا حلوة يا بلا حياة مهما شربت اخواتي علينا. بس ياما بس يا اختي. يلا يلا بره. يلا يلا يا كلاب. انا في الخلافه دي بتاعتي يحصل كده. يا واد يا ولي ومشهوره قوي. ايه ده؟ طيب يا سيدي انت طردت فرقتي. طردت فرقتي. ايوه طردت فرقتك. انت مش اخلاق فنان. امال اخلاق ايه؟ زبال. تعالي هنا تعالي هنا. اقفي هنا. مش عايز اسمع صوتك. ليه يا بيه؟ ليه يا بيه؟ ده انا هبهدلك.
ولا نفس. أني قلت بس. أني بس. أني قلت اخرسي. أنا كلبلة في شكلك ضربة في مصارينك. انت قلت ايه؟ قلت ايه دلوقتي وانا ماشي؟ اني ما قلتش حاجة. انت هتعملي لي فيها بريئة بقى؟ ما قلتش حاجة؟ انا سمعتك ببرطمي وانا ماشي، قلت ايه؟ والله يا ابن اللذين ما قلت حاجة، والله العظيم، والله اني اولا اني مظلومة. بس ايه ابن اللذينة دي؟ ده انت سيدنا. بس بس يا انا ده انت سيدنا. بس على راسنا. اسكتي خلاص خلاص، انت هنا كاتك الخرف. خلصت راحك. ده انت راس يا باه، اشيلك على راس يا باه. خلاص مش عايز اسمع صوتك خالص. كتبالة في شكلك السالفه مناخيرك. مناخيري. انت قلت ايه فعلا؟ قلت ايه دلوقتي؟ انا سامعك وانا ماشي، قلت ايه؟ والله يا ابن اللذينة مش عايز اسمع صوتك خالص. تعالي لا تعالي. هي نفس الطول نفس الشكل نفس طول الشعر نفس لون العينين. هي باكي نام يا ربي، هي باكي نام. الحمد لله الحمد لله. بقول لك ايه؟ تعرفي تفي؟ جاتك العرف. باكي نام قالت سو مش ايه ده؟ جننت ولا ايه يا عزباب؟ بكلم نفسك. ليه؟ ايوه جننت. ايوه وهجننك معايا، اصبري عليا. اتجنني ليه؟ قلعتوني ولبستوني وصورتوني من غير ما تقولوا لي. يا اولاد اللذين. بس يا اولاد اللذين دي. بس خليكي معايا. بص بتوقفوني بالمعوج يا ولاد اللذينة. كسرت بتوقفوني معوج. لا بس. لا لا كده بس. ده شرف البنت زي عدد. بس دي باكي نام. ايوه ودي باكي نام. ايوه وانت هيبقى اسمك باكي نام، وهندلعك نقول لك يا باكي. انا مش باكي على حد، وبعدين انا بنام في بيتني. انا من عالي. من عالي؟ من عيلة مين ان شاء الله؟ انا شربات بنت الزناتي. يعني بنت الزناتي خليفة؟ ايوه بنت الزناتي خديجة. اولا الزناتي ده مش ابوكي، ده جوز امي. ماني عارفة بقول له يابا. اه بالك انا لو لقيت حد احسن منه وكتاب لما كنت عبرته. يا سلام على الاصل. ايوه والله يا بابا. آه برافو عليك. عموما يا شربات، يعني انا اعرف ان ابوكي احلى من الزناتي يعني. اهدي اهدي. في ايه؟ انت يعني شكلك كده يعني ببصبص لي وبتملس علي، وده موقف غير مستحب لانسه زيي، ويعتبر في القانون تحرش. يعتبر ايه؟ تحرش. واني ممكن اصوت والم عليك ولا تصوتي ولا تلمي. امال ايه؟ ولا حاجه. ايوه انت هنا اعتذر. حقك عليا تقبلته، وانا كمان تقبلته. بره امشي. اهدي بره. ايوه بره. يا ابن الأزينة الناس كلها شاهدة عليك. والله ماشي حسبي الله والله العظيم. طيب. واللي في بطني داني مش هسيبه ابدا والله العظيم. انتوا ليه؟ اهدي تعالي هنا. اهدي ايه؟ نفسي راح على ترمس يا محسن. والله لا تعالي. انا مش محسن ولا ترمس. انت بتستهبلي عليا؟ ايه اللي بتعمليه بالظبط؟ انت مش فاهمني. ليه بقى؟ بحب افهم. اني بضحك معاك. اقفي هنا. شوفي يا شربات، ماني شايفه لا هواني عاميه. انا مش قصدي تشوفي يعني تبصي، انا قصدي اقول لك يعني خليكي معايا. ماني معاك لا هواني سبتك ومشيت. انا مش قصدي تخليكي معايا يعني تفضلي، انا قصدي اقول لك يعني فوقي. ماني فايقه لا هواني ضربه بنجر ولا كوش. بس بقى بس. انت ايه لسانك ده مبرد؟ كل ما اقول لك كلمه تطلعي لي ديل. طلع لك ديل. ديل ايه؟ خبيها ولا ايه؟ داريه. هو ايه اللي داريه؟ داريه داريه. ايه هو اللي داريه؟ داريه دالك. داريه ايه؟
مش عايز تعباط. كل ما اقول لك حاجه تقعد تمط في الكلام تمط في الكلام. يا بني قلت حاجه؟ بتقولي كتير. الله، اني هخلص. لا ما تخلصيش. امال خدي بالك. ها هو ايه؟ بالي. اه يا بنت اللذينة، والناس دي كلها شاهدة عليكي، واللي في بطني ده والله يا بنت اللذينة ما حسيبك ابدا. لا 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 اقعد عشان نستريح. ليه؟ عشان اللي في بطنك يا اختي. اختي في عينك، هتستعبطي عليا؟ دي مين؟ وانا مش درانة، مش بتقول تصويرتي؟ دي باكينام. ايوه ودي؟ باكينام. ايوه اني فين؟ الحمد لله. دي باكينام وده باكي صاحي. اني بضحك معاك. قولي ورايا. انا باكينام. اهدي. ايه؟ انت مش لسه ان ده باكينام وده باكينام؟ يبقى انت ازاي باكينام يا اخوي؟ اسمها ايه؟ باكينام. باكينام؟ اسمها باكينام؟ ايوه. يعني انا هخرج من النشيه ادخل في باكينام؟ انت بتجيب الكلام ده منها؟ الا باكينام. اسمها باكينام. ايوه باكينام. اللي ايوه باكينام. اسمها باكينام. ايوه باكينام. ايه القلاطه دي؟ اللي ايوه باكينام. كل حاجه ايوه؟ ايوه باكينام. ايوه 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 باكينام. اه البنت محضره دكتوراه في ايوه. كل حاجه ايوه. ايوه ايوه دكتوراه. ايوه ايوه ايوه. كاني حمار. ايوه جاتك الهوا. ما تستعبطيش، اقفي هنا. انت باكينام. اهدي. ايه؟ انت مش لسه ان ده باكينام وده باكينام، وان انت كراجل يعني باكينام؟ يبقى انا ازاي باكينام؟ دي باكينام. ايوه. ودي باكينام. مفهومة. وانا باكينام بدري. اني بضحك معاكي. ماني عارفة. الله يحفظك. تحبي تبقي باكينام؟ ايوه. الحمد لله. ايوه. بس انا عايزك تفهميني. اني فهمك والله. تفهميني كويس يا حبيبتي. يا باني فهمك والله. يا ماما فهميني بقى. انت ابني؟ كنت فين يا صايع يا قلق؟ كنت فين يا طيب؟ يا كنت فين؟ كنت فين ايه؟ هو مين ده؟ انا ابنك. ايوه. انت هتسكتي ولا اديك على خلقتك؟ عايز تد امك على خلقتك؟ انت مش ابن بطني. ايه يا اختي؟ انت ابن حرام يا ولد. بنت؟ بقول لامه بنت بعد ما شلت 17 سنه. 17 سنه؟ ايوه. ليه؟ ده انت كده تبقي غلبتي في ريال. 17 سنه ده ايه؟ ايوه. يلا عذب. والنبي ايه؟ ايوه. كل حاجه ايوه. خلاص قلت لك تحب باكينام؟ خلاص قلت لي هبقى باكينام. ايوه هبقى باكينام. اوكي. ايوه. علشان تبقي باكينام قول اعملي اللي هقول لك عليه. قول. هتعملي اللي هقول لك عليه؟ ايوه قول. الا ايه قول؟ قول. قول ايه؟ اقول. حاضر هقول. ايوه قول. حاضر. علشان تبقي باكينام. ايوه. اقف يا عدل كده. ايوه. افردي ظهرك كده. صدرك لقدام. ايوه. دقنك لقدام. اهدي يعني كده اهو؟ بالظبط كده. اه كده اهو. علشان لما تمشي تمشي كده اهو. ايه العبط ده؟ عبط في عينك. ايوه بقى. لا باني اسفه يا بنت على راسنا بقى. طب امشي واني هبرص عليك. ايه؟ امشي وهتبرصي عليا؟ اسمها هبرص عليك؟ ايه؟ ليه همشيلك على الحيطه؟ اللي هبرص عليك دي كمان. ما تجننينيش. أنا جننتك؟ أيوه بتجننيني. يا ظالمني. بس. مفتري. آه أنا مفتري. أيوه أيوه مفتري. أيوه أيوه أنا مفتري. هتتشوي فوقها. بس بقى. تقف يا عادل. إيه؟ دقنك مش كده، دقنك لورا شوية. أيوه. بصي بقى ركزي معايا. أيوه يا بقى. عايز منك ليونة. ليمونة؟ لا لا يعني.
يعني؟ ليمونة ايه؟ بقول ليونة، ليونة. ايوه قصدك يعني. ايوه قصدك يعني. مش سهل القصدك ده، واني بعرف اعمله والله. كده هتبعتري زي الرز. ما تقولش رز، قول عدس. اني بضحك معاك. بس اهديه. ايه؟ انت تركب الهوا ولا؟ مش عايز تعبط، اقفي. اني بستعبط يا ولا يا باه. اقفي بقى. الله، بس بقى. يعني عملت حاجه بقى؟ طب اقفي هنا. ايوه بقى. مش عايز استعباط بقى. الله، نام. اقفي بقى يا بني. واقفه واني قاعده. ابعدي شويه. لا بقى، ده القرب حلو يا بقى. هتستعبط يا منى؟ اللي هو كده خلاص بقى. ايوه بقى. طب بس خلاص. بصي بقى، باكينام لما كانت بتمشي كانها بتقول لنفسها انا باكينام وانا واثقه في نفسي. ايوه انا باكينام واني ماسكه في نفسي. ماسكه في نفسي؟ ايوه اللي بعدها. ايوه اسمها واثقه في نفسي. ايوه واثقه في نفسي. ده روسي ده؟ يعني ايه واثقه في نفسي؟ ايه انا واثقه في نفسي دي؟ امال لا. واثقه في نفسي. واثقه في نفسي. ايوه واثقه في نفسي. ايوه هي دي بالظبط. واثقه اني في نفسي. بصي بقى، انا عايزك تمشي بقلاطه. بلاطه؟ اهدي. بلاطه ايه؟ امشي بالشاكه. اني شيك، والست زوزو جابت لي اللبس ده وقالت لي اني شيك. امشي بلاطه. وقالت لي ان بنت اخر على طول. امشي بشموخ. قالت لي تشمخ يا بنت على انا عايزك هانم. وقالت لي اكتر. يخرب بيتك. ايه بنت؟ اهدى. في ايه؟ اني تعبت. مش عايزه تبقي باكينام، اعملي اللي بقول لك عليه. باكينام دي صعبه. اني عايزه البنت بطه. باكينام. البنت وزه. باكينام. البنت خضره غارتنا. انا قلت باكينام. لا باكينام. ادفع لك ولا باكينام. ايه؟ قلت ايه؟ تعالي هنا بت. بقول لك ايه؟ اسمتي. قولي قلت ايه؟ قولي قلت ايه؟ اتحفيني انا سعيد. قولي قلت ايه؟ ادفع. ادفع يا تي قطة والله. ادفع. الله الله الله. ادفع. هي هي بالظبط. مرة كمان. انت مبسوط ولا ايه؟ جدا جدا. املى لك ازازي و لا ازازة ايه؟ امال ايه؟ ازازة ليه؟ يعني جرعة متكثفة كل شوية تلف تلف. لا انا عايز منك حاجة واحدة بس وتقوليها لي. ايه؟ انت باكينام؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أنور وجدي بشحمه ولحمه قاعد قدامي. إيه رأيك يا مفتاح؟ أنور بايث من جديد وقاعد قدامي. أصلح واحد في البلد يلعب دور أنور وجدي. يعني أنا مش كلب بلدي ولا حاجة؟ نجم قاعد قدامي. طب بالنسبة للمشية؟ أنور ماشي. طب بنات انصرف. انور بيصرف يا بنات، اسمعوا الكلام. والاسف. نعم يا حبيبي. انا مش كلب بلدي اطلاقا. انور وجدي واقف قدامي. امال ليه عندي احساس رهيب بالهوهوة؟ عادة ده بيبقى تفسير علماء النفس. هوهوة عند النجاح في الكفاح. يعني انت هوهوت قبل كده؟ اوه يا ما نجحت لما نجحت. يا ما يا ما يا ما. طمنتني على نفسي. عارف يا واد يا بروتا اكتر حاجه مخلياني مبسوط وسعيد ايه؟ ايه؟ ان انا سافرت قعدت سنين في الخارج اكافح واناضل واعمل مظاهرات وانتفاضات وحروب لغايه ما بنيت اسم مفتاح. مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ وراه مباحث العالم. ربنا يزيدك. ورجعت لقيت صديقي شقيق عمري ناجح نجم الناس بتشاور عليه في الشارع. انت وش السعد عليا. وانت وش الهنا عليا. بس لعلمك يا مفتاح انا زعلان منك برضه. صعبان عليا. ليه يا حبيبي؟ بعد ما انت سافرت الدنيا شبعت فيا الشلاليط. شلاليط؟ جمع شلوط. شلوط وبتقولها بجرأه كده يا اخي. ايوه. عموما احمد ربنا يا بروتا. الحمد لله. انت كنت بتاخد الشلوط هنا وسط اهلك وناسك في بلدك. في حد يحميك. أيوه. اما انا في اثناء الكفاح والنضال والمظاهرات والانتفاضات
كنت اخذ الشلوط ينطرني من بلد لبلد yeah. من قاره لقاره اتشلطت كتير لفيت ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي لفيت ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي ايه ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي ما خليتش بلد ايه دول ايه دول ال 250 250 قاره بتوع المثلث الارضي يعني العالم كبر فجاه زاد مع زياده الاسعار فقال ليه يا بروت؟ أصل أنت بتقول 250 قارة بتوع المثلث الأرضي مثلث أرضي إيه؟ مفيش قارة على وجه المثلث الأرضي ماليش فيها صوالات وجوانب يا جدع! أنت إيه؟ طب فقال ليه يا بروت؟ إيه لفيت أنت سافرت فين؟ ال 250 قارة بتوع المثلث الأرضي 250 قارة إزاي؟ يعني هما مش سبع قارات؟ ده أنت في غيبوبة مش في كوكب الأرض كوكب الأرض ده ما هو إلا مجموعة قارات يا بتقول ايه انت كوكب الارض ده كوكب ها كوكب كوكب الارض ده ما هو كوكب الارض اه ده واحد من ضمن مجموعه كواكب بتلف حوالين الشمس كواكب في ايه انت رحت فين لفيت كل بص كوكب الارض ده ما هو الا متقسم قارات اوكي في الشمس الشمس ده بتلف حواليها مجموعه شمسيه مجموعه كواكب خلاص انت بتشرح لي احياء ايه احياء احياء يا ابو جهل الله إيه يكسبك كواكب ومجموعه الشمس بتلف حواليها كوكب الارض كوكب المشتري تحسين بين السرايات مجموعه تحسين انت رحت فين ال 250 250 قاره بقول لك سبع انت مش بتسمع فؤاد المهندس يقول لك قلبي يا غاوي سبع قارات يعني هو ده برهانك ان كوكب الارض سبع قارات هو ده دليلك يعني يعني انت ما تعرفش ولا ايه ايه اللي اعرفه ايه ده؟ انت إيه؟ ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ ايه الخلفيه دي؟ انت ما تعرفش ان المثلث الارضي زاد ولا ايه؟ كوكب الارض زاد. المثلث الارضي؟ اه هو مش الكره الارضيه؟ ايه ده يا راجل ده انت قديم قوي ما اتلغت الكره دي من زمان. الكره اتلغت؟ انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ مين اللي لغاها؟ اللي ماسكين الكره لغوها من فتره طويله. هو في ناس ماسكه الكره؟ يا بروت مالك انت منفعل ليه؟ يا جدع انت بتقول ايه؟ ال 250 قاره جت ازاي 250؟ آه ايه انت ما عندكش خلفيه ولا ايه ايه الخلفيه دي مش الاطلنطي دخل كردون مباني فطلع مجموعه قارات جديده ايه ده 6 اكتوبر والشروق انت ومجموعه كبيره جدا امتى ده ايه يا فروت عيب يا ابني انت راجل نجم يعني ايه يا افرض طلعت برنامج تلفزيوني على الهواء والمذيعه زنقتك وسالتك قالت لك كوكب الارض كام قاره كوكب ما تعرفش ترد ده انا ابقى خايب كده تسقط من نظر جمهورك اللي بيحبك عندك حق ده انت مثل اعلى الشباب كتير يبقى لازم تثقف نفسك ايوه لازم لازم من هنا ورايح اتفرج على تلفزيونات نظيفه اقرا كتب نظيفه جرايد ده انت بثلاثه ساغ لو اشتريت جورنال بتزوقيني يا ماما من على اي ناصيه اسمه ايه اسمه بتزوقيني يا ماما انترناشونال جورنال وفتحت صفحه القارات صفحه 1,300,000 تكتشف ان ده مجنون في ايه انت في حاجه اتحبشت انت بتزعل ايه انا اشتري جورنال صفحه 1,300,000 ايوه ده انترناشونال ده في ناس بتاخد ثانويه عامه من اول سطرين في الجورنال ده انا اقرا 1,300,000 معكش فلوس افتح القناه المية المحليه بتاعه الدلتا 100 انت ارقامك زادت انت في ايه 100 محليه ايوه انا عندي 8-9 قنوات اخيرا اشتري اريال جديد يجيب لك واريال ليه اقف انت هتجيب ال 100 مش محتاج اريال ايه اللي انت تعبان؟ انا مش تعبان انا بحاول اثقفك انت اللي جاهل في ايه؟ ايه ولا اسف؟ في انت اللي مفاعل انا مش مفاعل انت اللي بتحب ابوس ايدك وطي صوتك انا مدوخ ورايا مباحث ومخابرات العالم صوتك يعلى قمر صناعي صورنا حد يتسنط علينا هيتقبض علينا احنا الثلاثه هتودي نفسك في داهيه معايا فمالوش لازمه من فضلك حاول ان انت تركز ان يبقى كل تركيزك في استيعاب المعلومه اللي انا بقدمها لك عن مجموعه الكواكب اللي بتحصل كواكب انا مضايقاني حكايه الكواكب دي وطي صوتك حد يسمعنا يتقبض علينا احنا التلاتة ابوس رجلك ايه احنا التلاتة دي يا بر ارقامك زادت انا مش مصدق نفسي انت في ايه انا مش مصدق نفسي انت قاعد بت كده انا مش مصدق نفسي مش مصدق نفسك في ايه في مقابله تقابلها لي بعد 30 سنه في الغربه وحشتني 30 سنه قلت اجي اقعد معاك 30 سنه 30 سنه ده انت عندك كام سنه 28 و7 شهور احسبها بقى احسبها بقى يعني انت متغرب قبل ما تتولد بسنه و خمس شهور عشان ما تفكرش يا غبي هتجنني يا جدع انت ايوه ليه كده
يا بروتا بهدوء، انت عندك الدولار بيعمل كام شهر؟ دولار؟ ايوه الدولار بيعمل كام شهر عندك؟ بص انا جبت سير الدولارات. مش انت اللي بتسالني يا بروتا؟ عيب، وطي صوتك، حد يسمعنا نتحبس احنا الثلاثه. ابو سمير ايه حكايه احنا الثلاثه دي؟ يعني دي ايه الحكايه دي؟ بروتا بروتا ده جزائي. انا عايز تقبض علينا احنا الثلاثه. ده جزائي؟ عايز اشوف عني الكلبش ده ياخدنا احنا الثلاثه. ده جزائي يعني؟ فين التالت؟ انت وحشتني، قلت انزل اقعد معاك نص يوم 48 ساعه يتعدوا على تعابين الساعه تقابلني كده. يعني انا جاي اشوفك 48 ساعه يتعدوا على تعابين الساعه وامشي. تعابين الساعه؟ في ايه يا بروت؟ ليه كده؟ تعابين ساعه ايه يا جدع حتى؟ ايوه الساعه. مش الساعة دي عقارب الساعة؟ اه ايه حكاية دي؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ما عنديش خلفية. العقارب اتلغت من فترة يا اكسلانس. لغوا العقارب؟ من فترة طويلة. مين اللي لغاها؟ اللي ماسكين العقارب لغوها من فترة طويلة يا اكسلانس. هو في ناس ماسكة العقارب؟ وطي صوتك، قمر صناعي صورنا، حد يتصنت علينا يتقبض علينا احنا التلاتة ابو سرور. انا عايز. انت منفعل قوي. انا عايز احنا التلاتة يتقبض علينا. انفعالك ده خطر. انت حيوان. تشتمني بعد 30 سنة في الغربة ونفسي اشوفك. 30 سنة تشتمني انت جدع؟ انت بقى خسارة، خسارة على الصداقة يا خسارة. على ايش؟ خسارة على ايش والبطيخ اللي ياما طفحناهم. انت حيوان كده. دي مقابلة، جاي اقعد معاك نص يوم 48 ساعة. ايوه ايه نص يوم 48؟ اليوم عندك بكام؟ انت عندك الدولار بيعمل كام ساعه؟ دولار ايه؟ مش الدولار بيعمل حوالي؟ انا جبنا اسير الدولارات. ايوه الدولار بيعمل كام ساعه عندك؟ بيعمل الدولار بيعمل 96 ساعه. يبقى اليوم كام؟ 96 ساعه. انت حيوان. شوف انت بتغلط. انا بقول لك بصراحه بقى، يعني انا ده جزائي بعد 30 سنه وحشني قلت اشوفك. 30 سنه جاي تقضي معايا نص يوم 48 ساعه؟ يبقى اليوم بكام؟ 96 ساعه. انت بت اليوم ب 96 ساعه يا خلاص يا عم. ما كانتش يعني 24؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ واضح اني ما عنديش. الخلفيات كلها عندك انت. يا بروتا انت جاهل ولا ايه؟ ايه الخلفية دي؟ 24 ساعة دول اتلغوا من فترة طويلة. لغوا ال 24 ساعة؟ مين اللي لغوها؟ اللي ماسكين ال 24 لغوها من فترة طويلة. انت بتعرف الناس دي ازاي؟ وطي صوتك، قمر صناعي صورنا، حد يتسند يتقبض علينا احنا التلاتة. ايوه احنا التلاتة على اي اساس؟ احنا التلاتة على اي اساس؟ على اساس انا وانت. يعني ايه انا وانت تلاتة؟ هو في حد غيرنا هنا؟ ايوه مفيش حد غيرنا. طب خلاص نبقى تلاتة. فين التلاتة؟ انا وانت. عدهم لي. واحد تلاتة. واحد تلاتة؟ حد يضرب حد على كبده كده؟ على ايه؟ على كبده. مفيش حد يتبلى عليا. بقول لك واحد تلاتة. بتعيد الضرب على نفس الكبد؟ معقولة يعني؟ ده الكبد؟ هو انت؟ عادي. انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ والله ما عندي. مع الكبد اتنقل هنا من فترة. مين اللي نقله؟ اللي ماسكين الكلاوي. انت بتعرف ناس زبالة. انت منفعل قوي. انت بتعرف ناس زبالة. اقسم لك هنتمسك احنا التلاتة وهتبكي. يعني ايه؟ هتبكي بدل الدموع بسطرمة لما تعرف. ماشي. مش انت بتقول واحد تلاتة؟ هسيب كبدك يتهرس. واحد تلاتة. فين بقى ان بتوين؟ فين اتنين؟ اتنين فين؟ يعني ايه الكلمة دي؟ كلمة ده رقم. نمبر تو دو. ده انت قديم قوي. ده انت قديم قوي. ده انت من الثلاثينات يا راجل. ايه اللي من الثلاثينات؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ والله العظيم ما عندي خلفية. اتنين اتلغت من فترة يا لغوا اتنين. اتنين اتلغت من الحساب؟ ده من فترة طويلة جدا. مين اللي لغوه؟ اللي ماسكين اتنين لغوها من يا فترة. يا ساتر يا بروتا. يا ساتر على اللي ماسكين دول. يا بروتا يا بروتا. الناس دي ايه يا جدع؟ يا حبيب قلبي انت راجل نجم. انت سافرت فين؟ انت راجل نجم. افرض طلعت البرنامج على الهوا والمذيعه زنقتك وسالتك قالت لك واحد واحد كام، ترد زي الاهبل تقول اتنين كده ولا ايه؟ لا اقول تلاتة. طبعا. والا يبقى شكلك ايه قدام جمهورك العريض؟ ابقى خايب. يبقى لازم تعمل ايه؟
اثقف نفسي. بثلاثة ساغ ما تزوقيني يا ماما صفحة الجورنال ده، انترناشونال جورنال، افتح صفحة الأرقام 1,300,000 تلاقي كل حاجة عن الأرقام. برضه صفحة 1,300,000؟ أنت منفعل. كلهم صفحة واحدة. أنت منفعل قوي يا ايه الجورنال ده؟ انت منفعل قوي. في حاجه في الدنيا اسمها متزوقين يا ماما؟ عوام يا ماما، عوام يا ماما ده الملحق يوم الخميس بس عشان ما تدوكش عليه، عشان ما تلفش عليه. خلاص انا هبقى اشوف انا الجورنال ده. مش ممكن انفعالك، بعدين لازم تعرف ان الانفعال خطر عليك دلوقتي. انا يا اخي انا، ما انت بتنرفزني وكل شويه تقول لي مش عارف 250 ليه كده يا بروطه؟ انت ما بقتش صغير، انت 178 سنتي دلوقتي خلاص. وانت عندك كم سنتي؟ انا 176. أنا سنك كبر، سنك كبر يا بروت. بص، محدش يقفش على قلبه كده، ممكن يجي لك ضيق نفس. محدش يعمل كده في قلبه خالص. فين قلبي ده؟ قلب محدش يقفش على قلبه كده. دي ما الانسان ما هو الا عضله قلب بتضخ ال ده ما... قلبي انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ نقلوا القلب ده من فتره طويله جدا اتنقل بقى هنا. انت بتعرف ناس سوري؟ انت منفعل قوي يا جدع. في القلب يعني انا دلوقتي قلبك ده قلب مالك؟ مش عارف اخد نفسي. ايه ده؟ طب خد نفس، خد نفس. بقيت كويس دلوقتي؟ انت جاهل تتعلم، ما تنفعلش يا جدع. انت بتقول حاجات. بقول لك ايه لو سمحت؟ لا بعد اذنك انسى اللي انت سافرته ده. انا سافرت العالم كله. معلش اوكي، اللي 250 بتوع المثلث الارضي. كوكب الارض كوكب الارض خلاص.